السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. النهاردة إن شاء الله مع بعض في محافظة جديدة وامتحان جديد من امتحانات الشهادة الإعدادية. لو أنت مركز معايا ومعاك كتاب المعاصر أهو، ممكن تجيب نفس الامتحان محافظة القليوبية. بنشوف finish the following dialogue. عاطف and حاتم are talking about famous footballer. عاطف بيبدأ الكلام بيقول I see that you are busy reading. busy يعني مشغول، reading في القراءة. حاتم هيرد هيقول له yes about famous footballer. famous footballer يعني لاعب كرة قدم. يبقى هقول yes I am reading about. I am reading about famous footballer. okay. بيكمل عاطف الكلام اهو. هنا عاطف بيقول له حاجة، سؤال، قال له محمد صلاح is a famous Egyptian footballer. يبقى هنا هيقول له ايه السؤال اللي ممكن تكون اجابته محمد صلاح is the famous Egyptian footballer. ايوه سامع حد بيجاوب اهو. هنكتب who is محمد صلاح. who is محمد صلاح. ممكن في حد ممكن يقول who is okay the footballer. who is a the famous footballer. مين هو اللاعب المشهور اللي انت بتقرأ عنه. ممكن حد يقول اجابة تانية، هيقول what is his name. what is his name ما هي ايه اجابته. بنشوف في السؤال الثالث، قال له because he plays for Liverpool and scores most of its goals. because he plays لانه بيلعب لصالح فريق ليفربول and scores most of its goals وسجل معظم اهدافه. يبقى ايه السؤال؟ دايما احنا عارفين لما بيكون عندي because السؤال هيكون بايه؟ why. فأنا هنا هقول why is he famous. why is he famous ليه هو مشهور. why is he famous. قال له because he plays for Liverpool and scores most of his goals. فهنا بيقول له I recommend you. recommend you يعني بوصيك. you a I recommend you to watch his matches. اتفرج على الماتشات بتاعته. to follow his videos تتابع المباريات والفيديوهات. فبيقول له sure I will. sure I will أكيد أنا سوف أفعل ذلك. بنشوف مع بعض في السؤال الثاني. okay. Right. What would you say in each of the following? ده أول سؤال في المواقف. Your friend told you that his sister has just got a baby boy. Okay. Has just got a baby boy. يعني got a baby. يعني خلفت ولد. Okay. حد زميلك، واحدة صاحبتك أو صاحبتك بتقول لك انا ايه اختك جابت او اختها جابت ايه ولد. السؤال ده معروف هيكون تهنئة. يبقى هقول ايه congratulations. congratulations يعني الف مبروك. اوكي طب هنا بنشوف مع بعض، بيقول لي you want to emphasize. ركز معي على كلمة emphasize دي. emphasize that eating healthy food is necessary. eating healthy food is necessary. emphasize يعني يؤكد على. انت محتاج تعمل تأكيد. خدنا اكتر من وسيلة للتأكيد. you must. it is necessary. it is important. ايوة كل دي وسائل التأكيد اللي انت ممكن تستخدم واحدة فيهم. هقول لك you must eat healthy food. you must eat healthy food. لازم تاكل اكل صحي. ممكن اقول it is necessary for you
to eat healthy food. It is necessary for you to eat healthy food. Okay. نشوف مع بعض في السؤال الثالث. أتمنى يكون الصورة قدامك واضحة. A friend of yours invites you. A friend of yours invites you. يعني واحد من أصحابك invite يعني يدعو. Invite you for lunch. بيدعيك للغداء. Refuse politely. Refuse politely يعني أرفض بكل أدب. And give a reason. ركز على الكلمة دي. Give a reason. يعني ادي المبرر بتاع الرفض. ادي السبب. اهو ركز عليها. Refuse politely and give a reason. على طول حد بيدعيك يبقى هقول له I would love to. I would love to. انا اود ان انا اجي but. ده الرفض المؤدب بقى. But I am sorry. I have exams. But I am sorry, I have to visit my uncle in the hospital. But I am sorry, I must do my homework. هتدي أي عذر أو مبرر ما يخليكش تحضر العزومة أو ترفض الدعوة المقبولة. Okay. دي هنا سؤال القطعة. هقرأ معاك القطعة بسرعة وهسيب لك الأسئلة ممكن تحلها، ولو في أي حاجة بعت لي فيها رسالة حلها لك أنا معاك. Alfred Nobel was born on 21st October 1833 in Sweden for poor family. القطعة بتتكلم عن Alfred Nobel. He was chemist great inventor. هو كان إيه؟ كان كيميست كيميائي. great inventor مخترع عظيم. Alfred couldn't go to school for many years. ما قدرش يروح المدرسة because his father couldn't have enough money. ما كانش معاهم فلوس. later he was able to study because his father got a good job. بعد كده والده حصل على وظيفة وبدأ يكمل تعليم. Alfred was very intelligent person. كان ذكي جدا. He was able to speak different languages. He also liked to read scientific books and write stories. After his death in Italy. يبقى مات فين؟ مات في إيطاليا. In Italy. He left. Okay. ركز معايا اهو. He left a lot of money. ساب فلوس كتير. So people could start the Nobel Prize. عملوا الناس جائزة ايه؟ نوبل. There are awards for people's great achievements. Great achievements يعني إنجازات عظيمة. All over the world في كل العالم. In different fields such medicine في الطب. Science العلوم. Literature الأدب. The winner gets both small trophy and money. بياخد كاس وبياخد فلوس. To remember Alfred Nobel. The awards are given on December 10th. يوم 10/12. Which is the day he died. اليوم اللي مات فيه Alfred Nobel. Two Egyptian people. won the Nobel Prize. اتنين فازوا في جائزة نوبل المصريين. نجيب محفوظ won it in 1988 for literature. win for يعني يفوز لي. he wrote 34 novels and more than 300 short stories. وأكثر من 300 قصة قصيرة. دكتور أحمد زويل won it. هنا في خطأ بس في الكتاب. هي المفروض won على طول. won it in 1999 for chemistry. he invented the femtosecond. femtosecond اخترع الفيمتوسكند. اوكي. الأسئلة ما فيهاش مشكلة، بتكون سهلة قدامك، ما فيهاش أي حاجة. أنا ترجمت لك الكلمات الصعبة
بسرعة هنشوف مع بعض أسئلة الإيه القصة. ماري ليجز، ماري ليجز نوصلها بإيه هنا؟ يلا بسرعة كده، مين بيحل معايا؟ ماري ليجز is the horse that the children used to bring him apples. هو ده الحصان اللي الأطفال اتعودوا يجيبوا له التفاح والحلويات ياكل. إيرل سميث، إيرل سميث مين هو إيرل؟ يلا بسرعة. had a helper called York. Okay, had a helper called York. عنده مساعد اسمه York. Black Beauty. Black Beauty. يلا الحصان Black Beauty مين يوصل؟ Okay. Led the horses out of the fire. Led the horses out of the fire تنفع؟ ولا got his name by Squire Gordon's wife. أيوة كانت زميلتك بتقول led هو قاد الأحصنة خارج النار، ولا got his name by Squire Gordon's wife. لا الأقوى والأصح number A Black Beauty، أخذ اسمه عن طريق Mrs. Squire. Joy Green، Joy Green يلا فاكرين Joy Green اللي هو المساعد الصغير اللي جه في الآخر يساعد جون مالي مين؟ did the wrong thing when Beauty was hot. فعل الأشياء الخطأ لما الحصان كان حرا. بنشوف مع بعض why do you think Squire Gordon was thankful to Black Beauty. Well thankful يعني شاكر لي Squire Gordon thanks Black Beauty for saving him. دايما كان بيقول له you saved us، you saved us انت اللي انقذتنا وانت اللي انقذت مراتي، وكان دايما يقول له poor Black Beauty. Why why do you think ليه ليه كان بيقول له دايما كده؟ because Black Beauty saved his life and saved the life of his wife. أنقذ حياته وأنقذ حياة زوجته Mrs. White. If you were a horse would you like the doctor to be your rider? Why why not؟ لو أنت الحصان هتحب يكون الدكتور اللي هو في الآخر خالص يكون القائد بتاعك، ولا انت مش موافق يكون هو القائد بتاعك؟ اكيد طبعا I don't like the horse. اوكي الهورس مش هيحب ابدا الدكتور يكون القائد because the doctor was very fat. الدكتور كان سمين جدا and couldn't ride. couldn't ride ما كانش بيعرف يسوق الحصان كويس، فمن اجل كده اكيد مش هيكون اي حصان موافق على ان رايدر. هنا اتمنى يكون الفيديو مفيد ليك، وهنكمل مع بعض الامتحان. خليك معانا ما تمشيش، ولو اول مرة بتسمعنا ما تنساش تعمل اشتراك معانا في القناة.